رجع زيد روح عمني طازة شي بو سيد إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم فدا البث المباشر هنا من قلب سوق إشومي بمدينة الناظور. الدلاح موجود ومتواجد كثرة، ومع ارتفاع درجة الحرارة كنشوفوا إقبال كبير كبير على الفواكه الصيفية. طبعا الدلاح يعني اكبر دلاحة هنايا عاملة يعني وصل 22 كيلو 23 24 كيلو. اذا الدلاح ديال المنطقة، الدلاح ديال زايو. هاي عبرنا عبرنا عبر عبر عبر. اذا طبعا الدلاح ديال المنطقة ديال الناظور، او بالضبط زايو. زايو كولا وريو طبعا زيو. هاي يعني الاكبر دلاحة يعني كتوزن 24 كيلو. طبعا شوفوا الميزان، شوفوا الميزان ديال الدلاح. طبعا السلام عليكم. اشبه لك هذا الدلاح هذا؟ لا لا تبارك الله، ما الجودة زينة، السلعة زينة، اللهم بارك. ثمن زين، ثمن الجملة 54 50 جملة. هنا كيسق، هنا كيسقطوا ب 70 هنا كيسق. تبارك الله، والسلعة تبارك الله ديال زيو، السلعة ديال زيو، ما جودة المليح زعما صراحة. اللهم اللهم بارك. كان الحلاوة، الحلاوة ما كانش الجودة المليح. ثمن 70 مش كيسقطوا هنايا. الجملة البزايو اليوم باعوا ب 50. زيد عليه الطوموبيل، زيد عليه السيار، زيد عليه الخدامة، زيد عليه ضروري لو مول المحل يدي 10 دريال ديال ضروري. وشوية الناس راه دابا باقي معيدين شوية، الناس باقي شوية معيدين عاد، الناس باقي مع معيدين شوية. العيد باقي حتى السوق غدا يكون شي العامر، المارشي الكبير باقي السلعة ما فيها بالخضرة. واش غدا تكون الخضرة في المارشي الكبير؟ اليوم المارشي مبلع. هذا دابا الناس راهم جاو كيعمروا من صحاب الجمله، كيجيبوا السلعه مزيو، كيجيبوا البركه، كيجيبوا من دار البيضاء. غدا غدا المارشي غادي يعمر. عبرنا شي وحده نشوفوها. تبارك الله. واه سي ادريس عبر هذا ديال الميزان. بدري سي ديال الميزان، الله يرحم الوالدين. والناس عبروا هذيك. واه دار واحد السؤال. طبعا على هذا الميزان عنده ساعة باكل، باكل عنده البعود، عنده البعود دلعت تبارك الله ما شاء الله، ما كان عنده الجوده صراحه. والله لا كاينه السلعه، اللي بغى السلعه يجي عنده راه مرحبا. راه هنايا راه في الراب وايت يدخل هنا ويركع من مدريد، راه معروف هنايا. مش طلع ايش هما يا واه ايوا عمي داز لحظتك مولا احمد. هو هو اللي وجب بالله. الرئيس ديال التجار ديال
خويا احمد الحراره والصهد كنشوفو كيكبر بزاف على الدنيا. علاش؟ كان اقبل كان اقبل كان يسحب من الخارج ما شاء الله هذا العام دخلوا يسحب من الخارج كان حتى 24 كان مزيان هذا العام ياك عاد عيد نجا كاع الناس خدموا مزيان الحمد لله. الله يسلمك والله شي حاجه في هذيك العرفه ديال العيد؟ لا الحمد لله والله الحمد لله كان يسحب كذا قلبت على الدلاحه الناظور كامل في العرفه ديال العيد الدلاح ما بقى حتى حبه الدلاحه كل شيء تباع في العواشر الحمد لله زعما تمعشنا الحمد لله والله والله واش تبعد بزاف الواحد يقول الصراحه. اه وانا نقول الصراحه والله الا قعدت دعم خدمت معشو الا سحاب الحواله سحاب الحواله مشاو فيها. اه واش يقولوا راهي شكرا زيو الله يحفظك. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في احنا مازالين مستمرين معكم في البث المباشر هنا من سوق إشوماي بمدينة الناظور أحد أكبر الأسواق الشعبية اللي متواجدة هنا في مدينة الناظور. الدلاح متواجد بكثرة طبعا طبعا الدلاح ها ديال زيو طبعا الدلاح ديال زيو متواجد بكثرة وحلو الحلاوة يعني سكار كما كان بغي نقوله والثمن ديالو 50 3 دراهم الكيلو طبعا. اذا هكذا هي الاجواء هنا بالسوق الشعبي سوق إشوماي بمدينه الناظور. الدلاح متواجد بكثره والدلاح ديال منطقه الناظور وبالضبط بزيون يعني اكبر دلاحه هنايا عامله 23 24 22 كيلو و700 اذا ما شاء الله ما شاء الله يعني بسبب يعني الارتفاع درجة الحرارة كنشوفوا إقبال كبير على الدلاح طبعا هنا في سوق إشوماي بمدينة الناظور طبعا كيف ما كتاونا الآن متتبعينا شوف واه واه اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في غادي نكتفيوا بنهايه هذا البث المباشر من الناظور وبالضبط من قلب سوق إشوماي. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في لقاء مباشر اخر.